السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي لغات في قناتكم لتسليرن. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة معادنا مع مادة الماس سوري مع مادة الساينس. هنحل مع بعض مذكرة المتميز لنهاية العام أو امتحان نصف العام. نزلنا أو موجود عندكم على القناة مراجعة المتميز الجزء الأول لمادة الماس، وكمان موجود الجزء الأول لمادة الاي سي تي من كتاب المعاصر. إن شاء الله أول ما تنزل مذكرة المتميز في الاي سي تي هتلاقوها موجودة. ومعلش الناس، إحنا بجد مضغوطين جدا جدا في عمل الفيديوهات، اعذروني بجد أنا بشتغل لوحدي، فلو اي حد زعلان مني ما يزعلش مني، انا على قد ما بقدر بنزل اكبر قدر من الفيديوهات. ان شاء الله على قد ما اقدر هنزل لكم مذكرات المتميز بحلها جميعا، ماشي؟ فما تزعلوش مني. قبل ما نبدا الفيديو ياريت تدعوا لاخواتكم واهلكم ولاطفال غزه. يلا بينا نبدا جريد 4 فيرست تيرم، ده اخر فاينل ريفيجن معانا، الجزء الأول من مذكرة المتميز. Number one, adaptation helps the living except. الأدابتيشن بيساعد كل living organism في كل حاجة من الحاجات اللي موجودة عندك في تشوز، ما عدا حاجة واحدة. إيه هي؟ الديث، الموت. طبعا هو بيساعدهم إنهم يعملوا heading، يختفوا. Reproduction، يتكسروا. Surviving، ينجوا ويكبروا. Number two, penguins' feet have blood vessels. عندها blood vessels that bring بتحضر ايه لفوق from its feet towards its body. بتحضر blood، البلد ده اللي بيجي لفوق بيكون ايه cold blood. Number three, one of the adaptation، نوع من انواع الadaptation that helps the animal to protect itself، خلي الانيمال تحمي نفسها من الانمي. ايه بقى؟ الكاموفلاج. الكاموفلاج بيخلي الادابتيشن يعملوا هيدنج، يختبوا من الانيميز او من اعدائهم. نمبر 4، نقط is considered as behavioral adaptation، تغير في السلوك living organism. ايه بالظبط؟ انا كده بتكلم عن سلوك، عن حاجة بيعملها الانيمالز او بيعملها الاورجانيزم. لونج ايرز، لا طبعا كده بيتكلم عن بارت من الاستراكشر بتاعه اللي هي الاذن. ليفينج ان باروز، ايوه بالظبط دي، انه يعيش في الباروز او في الجحور، ده من البيهيفيرا، ده من السلوك. نمبر 5، not is considered as structural adaptation، انا كده بتكلم عن جزء من اجزاء جسمه. birds migration، لا ده behavioral، هجرة الطيور دي behavioral. panting، لا اللهس او يخرج لسانه برضو من ال behavioral. brown fur، puffs its body with air، انه ينفخ جسمه، لا دي behavioral. امال ايه؟ اه يا مس انا هنا اتكلمت عن جزء منه اللي هو الفير بتاعه، يبقى دي structural adaptation. number 6، the following animals are structurally adapted to live in polar region، بيعيشوا في البولار ريجون، في المناطق اللي بتكون عندها snow except، ما عدا البنجوين بولار ريجون، arctic fox بولار ريجون، بولار بير بولار ريجون. امال ايه؟ الفينيك فوكس. الفينوكس فوكس live in desert. number 7، when a panther chameleon stands on leaves، تقف على الأشجار، the color of its scales it change into، مدام وقفت على leaves والleaves لونها green فهتاخد اللون الجرين. number 8، the fur of phoenix fox protect it from، الفينوك فوكس موجود فين؟ في الديزرت، يبقى هيحميه من ايه؟ من الهوت ويذر. Number 9، the body of arctic fox، جسم الاركتيك فوكس cover with
طبعا ثيك فير، ثيك فير ولونه وايت. نمبر 10 وايت اند ايه اند براون. نمبر 10 وايت في الوينتر وي براون في السمر. نمبر 10 all of the following properties help arctic fox to stay warm except الاركتيك فوكس عايز يبقى دافي. في كل الحاجات دي بتساعده ما عدا حاجه واحده، thick fur coat فرو وسميك، short ears ايوه، short legs ايوه بتساعده، اما التان colored coat مش بيساعده في حاجه. نمبر 11 bull sharks can live in fresh water and salt water seas river and mud river seas and oceans. river the fresh وseas and ocean ده المحيط، يبقى هنا عندي salt وعندي fresh. number 12 phoenix fox has a tan colored coat. الفينيك فوكس عنده tan colored coat that provide هي بتمنحه ايه in its environment camouflage respiration panting communication. طبعا بتخليه يعمل camouflage، بتخليه يقدر يتخبى. number 13 one of the structural adaptation of water lily plant is that it has هي عندها ايه عندها wide leaves، عندها ايه wide leaves اوراق كبيره. ليه؟ to absorb energy عشان تمتص الانرجي بتاعت الصن. number 14 نقط passes the food from pharynx to stomach. مين الدليفري بتاعنا؟ الاسوفاجوس. الاسوفاجوس هو اللي بيمرر الفود من الفارينكس للستومك. number 15 digestion process begins in عملية الهضم بتبدأ فين؟ في الماوث. number 16 the food moves into the stomachs through الأكل بيمر للستومك من خلال مين؟ للسائلين. crushing the food أو طحن الأكل in your mouth it's the function of teeth أسنانك هي اللي بتعمل crush أو مضغ مين؟ الطعام. number 18 the undigested food الأكل الغير مهضوم pass from small intestines into large intestine بيعدي من السمول للارج. number 19 fish extract oxygen of the water by gills. الجيلز هي المسؤولة عن extract الأكسجين من الووتر للفيش. number 20 when exposing to danger لما أتعرض للخطر the nervous system help to recognize it and avoid it اللي بيساعدك انك تتعرف على الخطر ده وتقاومه طبعا النيرفوس سيستم الجهاز العصبي. number 21 which of the following can turn its head in all direction من اللي بيقدر يحول دماغه او راسه في كل الاتجاهات الاولز البومه. number 22 bats use their nut to get information about their surroundings in the dark هل النوز التانج الايز الاير طبعا الاير اللي بتستعمل الايكو لوكيشن. number 23 All of the following are components of nervous system except the nervous system بيتكون من البرين من النيرف من السباينال كورد أما الهارت فلا طبعا. number 24 sense organs collect information sense organs زي التونج زي الايز زي السكن الجلد كلهم sense organs بيجمع المعلومات and send signals يبعتوا السيجنالز دي لمين؟ للبرين. number 25 نقط use echolocation اللي بيستعمل الإيكولوكيشن by bouncing high pitched sound in the air مدام قال air ما اقدرش استعمل اقول الدولفين امال ايه؟ الباتس. الباتس والدولفين بيستعملوا الإيكولوكيشن بس الدولفين في الووتر أما الباتس في الاير. number 26
The organ العضو that is responsible for sense of sight اللي مسؤول عن إنه يقدر يشوف الرؤية طبعا الآي. Number 27 from transparent object من المواد الترانسبيرنت أو الشفافة اللينز العدسات. Number 28 reading and reading are common types of communication in humans اللي بيقدروا يقروا ويكتبوا. Number 29 rock and wood الحجارة والخشب من المواد الأوبيك اللي ما أقدرش أشوف من خلالها. Number 30 animals can communicate with each other through الحيوانات بيقدروا يتواصلوا من خلال sound and light. Sound زي walls, light زي الفلاش butterflies أو البيتلز. Question 2 true or false. Number 1 sick white fair. Sick white fair اللي هو الفرو الأبيض السميك is an adaptation in bears that live in polar region. طبعا it's right. Number 2 the feet of penguins don't freeze because they have a layer of fat. عندها طبقة من الدهون. No. الرجل بتاعت البينجوينز ما عندهاش لا feathers ولا عندها fat. Number 3 black bears have dark fur to hide among trees. It's right. اللي لونهم البيرز أو الدببة اللي لونهم black عندهم fur لونه dark. Number 4 the ears of Arctic fox are longer than those of Finnic fox. طبعا it's wrong. العكس. Number 5 all type of sharks live in fresh water. طبعا wrong. ده الشاركس أغلبها بتعيش في السولز. ماشي. Number 6 living أو some of sharks bull sharks only. ممكن نصححها ونقول إن البول sharks only live in fresh water and salt water بيعيشوا في الاتنين. Number 6 living organism can adapt their environment conditions through structural adaptation and behavioral. أيوة الكائنات الحية لازم تعمل behavioral and structural adaptation. It's right. Number 7 the behavioral adaptation is a change in the body structure. طبعا it's wrong. Adaptation behavioral أو behavioral adaptation ده تغير في behavior وليس في structure. Number 8 mangrove trees adapt to resist the water waves through their long strong roots. It's right. المانجروف تريز بلف ان بيعيش في الووتر علشان كده لازم يكون عنده strong roots تقاوم عندي وتعمل resist للووتر waves امواج المية. Number 9 plants have structural adaptation only to help them survive. لا البلانس عندها structural and behavioral وشوفنا ازاي هي بتعمل send message زي الإيكاشيا وزي الكابوك. One of the structural adaptation of Acacia trees is that it has large white roots. No. وكمان اسمها buttress root. الإيكاشيا الروت بتاعتها اسمها tab root. Number 11 hand shaped leaves of kabuk trees is considered as behavioral. No, ده بيتكلم عن الهاند بيتكلم عن leaves الأوراق تحت الشجرة يبقى كده بيتكلم عن جزء أو structure موجود جواها فده مش behavioral ده structural. Number 12 the stomach is an important organ عضو مهم in digestive system. طبعا it's right. Number 13 digestion process عملية الهضم begins in the stomach with the help of saliva. طبعا it's wrong. ده بتبدأ في الماوس بمساعدة السلايفا. Number 14 the food passes through the large intestine before it goes into the small intestines. الأكل بيعدي الأول على large intestines. لا طبعا ده large intestine بيروح لها الأكل undigested اللي غير مهضوم. Number 15
We eat food to obtain energy. طبعاً it's right. Number 16. Esophagus is an important organ in the respiratory system. طبعاً لا. الأسوفاجوس موجود في الدايجستيف. Number 17. The lungs are important organ in respiratory. أيوة. اللانجز هي أهم عضو عندي في respiratory. Number 18. The diaphragm is an important organ in digestive. لا طبعاً. الديافرام موجود عندي في الريسبيراتوري وليس في الدايجستيف. Number 19. Amphibians زي الفروجز includes frogs and salamanders. أيوة. Number 20. The sins وبيتنفسوا خد بالك من السكن ومن عندهم لانج كمان. Number 20. The sense of hearing of dolphin is stronger than أقوى من الهيومن. أيوة. Super sensory. Number 21. Your sense of hearing allow you to see the light of flashlight. إيه رأيك؟ حاسة الهيرينج تسمح لك إنك تشوف؟ طبعاً it's wrong. Number 22. The heart is an important organ in the nervous system. طبعاً it's wrong. The nervous system البرين. Number 23. The brain responsible for processing information. أيوة it's right. Number 24. Bats use their sense of smell to avoid dangers. هل بيعنده خاصية انه يقدر يعمل smell؟ يشم. طبعا it's wrong. امال بيستعمل ايه؟ الhearing السمع. Number 25. Whales او الحيتان can communicate with each other by using songs. ايوة. Number 26. Light travel in a straight line. طبعا it's right. Number 27. Both human and animal need light to see. طبعاً it's right. Nocturnal animal have eyes larger than human. عشان كده بتقدر تشوف أكتر. Number 29. Wood is transparent. No, wood is opaque. Wood opaque material. Number 30. Speaking, التحدث, writing, الكتابة are way to communicate with people. أيوة it's right. Question 3 complete. Penguin's body can keep warm through a thick layer of. عنده ايه؟ A thick layer of fats. عنده thick layer of fats. And ايه؟ And dense feather. وعنده ريش كثيف. Number 2. Type of adaptation that some animals use to hide from their predator or prey is known. طبعا لسه قايلينها الكاموفلاج. Number 3. Forest bears, يعني الدببة اللي بتعيش في الغابات, have نقط colored fur, عندها لون dark أو brown. Number, while polar bear have white, عندها لون أبيض. Number 4. The long ears of fennec fox are example of نقاط adaptation. طبعا مدام انا بتكلم عن جزء من جسمه يبقى ده ايه؟ Structural adaptation. Number 5. Eyes of chameleon move independently. بتتحرك بحرية او يعني كل واحدة بتتحرك غير معتمدة على التانية. This is considered برضو يعتبر structure لأن أنا بتكلم عن عينها. Number 6. Short ears of Arctic fox are considered برضو بتكلم عن أذنه فده يعتبر structure. While it's staying in burrow. لا خلاص كده أنا بتكلمتش عن أي حاجة من جسمه يبقى ده إيه؟ behavioral. Number 7. No trees has taproot. Taproot طبعا التابروت اللي هو موجود فين؟ في الاكاشيا. Acacia tree. Not tree has long and strong roots resist water wave. المانجروف. Number 9.
The hand shaped leaves of kapok. Tree allow بتسمح لإيه؟ يعني الكابوك عندها ورقة شجرة على شكل الإيد. ليه؟ allow wind بتسمح للرياح to flow through them. Number 10. The leaves of water. The leaves of water lilies are white in order to. ليه ورقة ال water lily wide كبيرة to absorb energy to absorb light energy أو sunlight. سوري هنا هو جايب الجزء ده تحت يبقى to float علشان تطفو on the water surface and absorb a large amount of sunlight وتمتص جزء من طاقة الشمس. Number 11. Air enters and exits the human body through the air أو الهواء بيدخل جسمك من خلال أي system respiratory. Number 12. During inhalation, air travels down from your throat أو الفرنكس to your lungs through من خلال مين؟ التفكية. Number 13. Human use nose to breathe while fish use nose. طب ماشي الهيومن بيستعمل اللونجز أما الفش بتستعمل الجوز. Number 14. Fish breathe oxygen. كل الليفينج بيتنفسوا الأكسجين. Number 15. Fish have gills to breathe. Number 16. Start agma lizard is a moth while frog is an start agma lizard is orbital أما الفروجز is amphibians. Number 17. The dolphin has sharp sense of hearing. طبعا عنده حاسة قوية فين؟ في السماء. Number 18. Not and not are from sharp senses. The owl, the hearing, the sight, السمع والرؤية. Not is the main control center in the body. طبعا البرين. Number 20. Blind people can locate his friends by عن طريق ايه الهيرينج هما مش بيشوفوا فبيقدروا يحددوا موقعنا عن طريق السماء. Number 21. Humpback whales communicate with each other with their hearing. Hearing sense. هما بيغنوا فبيسمعوا songs بتاعته. Number 22. Not ants are responsible for sending smelly message when amount of food decreases. طبعا النيرس أو عاملات النمل. Number 23. The four energies that can be seen is light energy. أنت ما تقدرش تشوف غير light energy. Number 24. Light energy travel in straight line. Number 25. Not is the organ that we can use to receive light. طبعا عينيك. Number 26. Fireflies beetles use the sense of light. ليه؟ لأنهم بينوروا البعض. Sense of فيش حاجة اسمها sense of light يعني. Sense of a sight وليس light. Sight الرؤية. Number 27. Fireflies communicate with each other by producing a light. Number 28. Not is an opaque wood, plastic. Number 29 is considered an example of transparent air, water, lens, lenses. Number 30, water is not material. طبعا أو لسه قايلين transparent. Four right scientific term. Number 1, it covers the body of some types of pairs. To blend in the in with the snow
and keeps your buds warm. طبعا حاجة بتغطي أجسام الدببة وبتخليهم يعملوا بيحفظوا جسمهم دافي. طبعا السيك وايت فير. Number two, a type of adaptation that helps the living organism to blend in with the surrounding environment, طبعا الكاموفلاج. Number three, a reptile that is, its body is covered by colored scales and has V-shaped feet, الكاميليون. Number four, a type of foxes has a tan colored, بيعيشوا كده في الديزرت يبقى فينيك فوكس. Number five, it covers the body of some bears to keep warm and blend in snow. In snow يبقى white fur أو thick white fur. Number six, the fox that has extra large ears to lose its heat عشان يفقد الحرارة برضو الفينيك فوكس. Number seven, a structural adaptation that fixes the kapok trees in soji. بتثبت عندي شجرة الكابوك في التربة. ايه اللي بيثبت شجرة الكابوك في التربة؟ الباتريس فود. Number eight, it is a tree that is found in snow and has a triangle shape. شجرة موجودة في السنو الباين تري عندها شكل تريانج. Number nine, an organ through which solid waste of digestion leaves the body. Number ten, a process of breaking down food into smaller parts. عملية تكسير الأكل أو تفتيت الأكل الديجيشن فود. Digestion process. Number 11, a large muscles. مهمة. It's very important. A large muscles that contract during breathing in and relax during breathing out. بيحصل لها contract أثناء breathing in وأنا بدخل الأكسجين وبيحصل لها relax وأنا بخرج الكربون ديوكسيد الديافرام. Number 12, it allows the air to pass from the nose to trachea, الفارينكس أو الثروت. أي واحدة فيهم صح، فارينكس أو الثروت. Number 13, a gas present in air and water. Water و air and is very important for breathing process the oxygen. Oxygen gas. Number 14, a system that control all the body function. بيتحكم في كل الجسم. And the nerves are one of its part. والنرفز جزء من أجزاءه. النرفز system. An animal that can turn its head. تقدر تغير أو تحرك رأسها backwards. طبعا الأول. أكيد دي كلمة and. And has a palm shaped. Number 16. The time taken by an organism body to respond to a different reaction. Reaction time من الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحان. Reaction time الوقت اللي بتاخده عشان تعمل respond. Number 17. A group of ants which is responsible for sending a smelly message when there is a shortage of food. عند نقص في كمية الأكل اللي هم لسه حلينهم النيرس أنتس. Number 18. Ants send smelly message to alert the ants when where to find the food. طبعا الاسكوت بيقولوا لهم تعالوا بقى ايه خدوا الأكل. Number 19. A tool used by the man works as the eyes of fishing cats at night.
نايت فيجن جوجل، لما انت بتكون محتاج انك تشوف في الضلمة فبتلبسها نايت فيجن جوجل. نمبر 20 اوبجكت ذات ايميت زير اون لايت، بتبعت الحرارة بتاعت الضوء بتاعها اللايت بتاعها، سورسز اوف ضوء زي الصن زي اللام مصادر الضوء. نمبر 21 ا بودي that appear lighted in the sky but is not considered as a source of light، هو بيبان انه بيشع في السماء بس هو ما يعتبرش source of light المون. Number 22 the objects which allow light to pass through it is transparent، المواد الشفافة. Number 23 it is a pattern that has meaning، مترتبة جنب بعضها وليها معنى الكود الشفرة. Number 24 it is a code that use symbol، تستعمل symbols in a pattern to give a specific meaning وليها معنى معين لما احطها جنب بعضها writing الكتابة. آخر حاجة 25 it is a code in form of sounds used to transfer information، طبعا اللانجوج أو اللغة. وبكده جريد 4 نكون خلصنا مع بعض أول جزء مع بعض من أسئلة مذكرة المتميز لامتحانات آخر سوري لامتحانات نصف العام. أسيبكم في رعاية الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم دايما متفوقين. جريد 4، باي باي، مع السلامة.